أهلا بحضراتكم مرة تانية مع نجم من نجوم الكرة والزميل والصديق العزيز ورفيق الملاعب كابتننا الكبير كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي منورني ومشرفني. الله يخليك استاد المحور. أنا سعيد طبعا أن أنا معاك وببارك لك على البرنامج، وطبعا أول ما قالوا لي حلقة مع كابتن مصطفى ما لم أتردد ثانية. حبيبي حلوم طبعا أنت أخ عزيز وصديق عمر، يعني ربنا يخليك كابتن حلمي. منورنا كابتن حلمي. كابتن حلمي مش ممكن هتبقى معايا ومش هسألك على ما يحدث في الكرة المصرية، أنت عندك شك إن الدورة هيكمل ولا ممكن تحصل فيه مشاكل؟ والله البدايات غير مطمئنة بالمرة، وأنا شايف أخطاء كتيرة واعتراضات كتيرة جدا وتهديدات كتيرة جدا بعدم تكملة المسابقة وأندية بتهدد، فيعني جايز جدا ولو إن الواحد ما يتمنهاش يعني، لكن احتمال وارد إن المسابقة لو استمرت بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا الضعف في عمل كنترول على الأندية وعلى اللاعبين داخل الملعب وعلى الأجهزة الفنية، أعتقد الأمور هتبقى صعبة جدا جدا يعني. مين يتحمل المسؤولية يا كابتن؟ يتحمل المسؤولية أولا اللي بيدير الكرة في مصر. اللي بيدير الكرة في مصر هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث للكرة المصرية. ويمكن أنا الكلام ده قلته من حوالي بعد كأس العالم مباشرة يعني. يا جماعة احنا عايزين إدارة محترفة. أيوه. يا جماعة مش عيب أبدا إن أنا أجيب خبرة من بره ينظموا لي العملية ويعلموني يعني إيه احتراف ويعلموني يعني إيه أطبق النظام الاحترافي في الكرة المصرية من غير مجاملة لحد ومن غير موائمة لحد. ليه لا؟ احنا بنستعين بناس عشان يحفروا لنا عشان الغاز بتاعنا. صح. ناس خبراء وشركات عالمية. صح. ليه ما نعملش كده في الكورة؟ ليه طالما الناس مش قادرة تدير ولا قادرة تطور ولا في برنامج للتطوير ولا برنامج لتحديث المفاهيم بتاعتنا وتحديث المنظومة؟ هنتكلم في ده كتير. أيوة. ليه؟ اللي انت بتقول ده يا كابتن حلمي هو اللي عامل الأكشن ما بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح؟ طبعا ده ما فيش شك، أنا قلت الكلام ده برضو قبل كده. عشان احنا مش عارفين احتراف، ما نعرفش يعني ماهية الاحتراف ايه. الاحتراف ده اسلوب حياة. صح. والاحتراف ده حاجة بتنظم حياة الانسان في جميع النواحي. بالظبط. بتحطه في نظام وفي قوالب. بعد اذنك يا كابتن، النواحي الخاصة قبل العامة. طبعا. يعني بس طبعًا. عشان الناس تفهم يعني. ده يقول له انت امتى تبقى تتصل بزوجتك؟ بالظبط. امتى؟ بيحدد له امتى؟ بالظبط. امتى بتنام؟ وتاكل ايه وما تاكلش ايه؟ امتى بتاكل وبتاكل ايه؟ كل ده علوم. احنا طول ما احنا حكالي عبد الظاهر السقا كابتن حلمي، وعبد الظاهر السقا نجمنا الكبير احترف في تركيا. طبعا. قبل التمرين بيروحوا لدكتور علم النفس يقول له انت عملت ايه النهارده؟ كلت ايه وشربت ايه واتفرجت على ايه؟ أيوة. وانت جاي في السكه حصل ايه وانت؟ أيوة. طبعا طبعا يا كابتن مصطفى، دي سلعه. صح. والضروره حافظ عليها. واحد زي محمد صلاح ده اللي بيعمله لبلده ما حدش يقدر يعمله، ولا تقول لي اثار ولا لا 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 لا, لا, لا. عدى كل ده ابو حميد خالص. واخد بالك كابتن؟ فانت يعني المفروض انا حافظ عليه وهيئ له الاجواء اللي تساعده انه يبقى كويس. انا متاكد ان هو مش مركز هناك بسبب المواضيع اللي هنا. بالظبط. والله العظيم مش مركز هناك في انجلترا مع ليفربول بسبب المواضيع اللي هنا. يعني حاجه صعبه جدا، ومع انها حاجات بسيطه ما تكلفش كتير، يعني ايه لما اجيب 2 بادي جاردز لمحمد صلاح يبقوا معاه؟ المشكله ايه؟ المشكله في ده؟ ايه المشكله في دي؟ الله، ايه المشكله ان انا
احط له اتنين على الاسانسير ان ما حدش يطلع المكان بتاع المنتخب. بس هم عملوا كده في المعسكر الاخراني يا كابتن حلمي. بعد ايه؟ اعتقد. بعد ايه؟ انما برضه عشان نديهم حقهم. ماشي بعد ايه؟ المفروض ده انا ما يتقليش اعمله يا كابتن مصطفى. ما يتقليش اعمله، انا اعمله لو انا محترف ابقى انا عارف حياه المحترف عامله ازاي. جايه لي رساله بس من 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 احد الزملاء فمش هقدر اقولها على الهواء، هقولها لك في الفاصل. عشان كده انا ضحكت يعني. متشكرين يا ابو حميد. يعني عايزين يسموا الدوري اسم تاني خالص. فاكيد اكيد انت هتفهم الاسم اللي انا قلته قبل ما نطلع انا وانت هوا. يبقى دوري. ايوه ايوه ايوه. الشعب المصري ده ملوش حل يا جماعه. لو الشعب السعودي الصديق العزيز يعني. اتفضل يا كابتن حلمي. بس يعني انت لو عندك احتراف هنا حقيقي، وبعدين انت راجل ده انت سابق الدول دي كلها في كل حاجه. يجوا هم يسبقوني في انهم يطبقوا الاحتراف عندهم ونظام الاحترافي عندهم في بلادهم، اذا كان في السعوديه ولا في الامارات ولا هنا ولا هنا، وانت ما انتش قادر تطبق هذا الاحتراف. يعني انت قبل البرزنتيشن ما تتنقل للدوله والدوله تاخدها، برزنتيشن هو اللي كان بيتحكم في مصر، في الكره في مصر. صح. برزنتيشن هو اللي كان يقول للانديه خدوا ده وما تاخدوش ده، خدوا المدرب ده وما تاخدوش ده، خدوا ده عشان انا هديله هديكم مرتبه. كانوا بيعملوا كده. كانوا هما اللي بيتحكموا في سوق الكوره في مصر. عشان تبقى عارف، وده قمه البوظان في الدنيا يعني، محدش يعمل كده. بس انت شايف، مش شايف ان برزنتيشن اضافت للكوره المصريه ان انديه بتاخد فلوس؟ نختلف نتفق يا كابتن حلمي، الفلوس اللي بتضخ لاتحاد الكره 400 500 مليون جنيه، ماتشات اللي بتعمل السوبر بره، لو اتكلمنا على المدربين وعلى 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 الكلام ده. لكن في اخطاء، يعني في اخطاء هي افادت وافادت الانديه، لكن اضرت حاجات كتيره جدا يا كابتن مصطفى. يعني ده بيستقصدوا مدربين بعينهم، صدقني بيستقصدوا مدربين بعينهم بتوصيات من رئيس الشركة. طبعا انت عارف ان هاني ليه نص الشركة كان يعني. ومشغل شوية ناس كده. طب مش القوانين الدولية واللوائح الدولية بتمنع ده؟ طبعا طبعا. طب يبقى ازاي بقى؟ يا بيه احنا عندنا فوضى، الرياضة عندنا فوضى فوضى ومش محكومة بشكل كويس. والرياضة ديت ممكن تعمل لمصر حاجات كتيرة جدا. كابتن حلمي احنا عشنا مع بعض عصر كابتن حلمي وحسام مدكور واللواء الديب والناس دي، ما كانش في احتراف وما كانش الفلوس دي، بس كانت المنظومة. فاكر كنا نقف قدام عاملين انتباه، احترام، نقف انتباه. طبعا يا كابتن احترام. وبعدين الناس دي كانت بتعاملك كابن. بالظبط. مش كلاعب كوره وبس، لا كابن، وتنصحك كابن، وتتعامل معاك كابن. كان في احترام، احترام زايد كمان. دلوقتي ما فيش حاجه من الحاجات دي يا كابتن مصطفى، خلاص يعني الاحترام انتهى، انتهى في الوسط. الاحترام انتهى، الصغير ما بقاش يحترم الكبير. وعايز يذبح الكبير عشان ياخد مكانه. لا حاجات، بص يا كابتن مصطفى احنا عايشين في فوضى رياضيه، في فوضى كرويه على مستوى مصر كلها. الانديه كابتن حلمي لها دور ولا الجمعيه العموميه؟ كابتن مصطفى هناك بعض الانديه تدار كعزب. كعزب، كل رئيس نادي واخد النادي لحسابه وبيدير على كيفه، ولا اكن في مجلس اداره منتخب، ولا اكن في ناس الجمعيه العموميه اختارتهم، ولا حاجه خالص. انديه كتير جدا على فكره كده، انديه كتير جدا جدا. وده برضه للاسف كمان ان قليل جدا الرياضيين اللي مسؤولين عن الانديه. مفيش. يعني دي المشكله كمان، دي مشكله تانيه. دي مشكله تانيه، مشكله فظيعه يعني. فدي من ضمن الحاجات برضو يا كابتن اللي مأخرانا. لا احنا اللي مأخرنا كتير بصراحه يا كابتن. طبعا، ما دي انا بقول لك دي من ضمن الحاجات اللي مأخرانا يعني في الكوره. انا كنت متخيل وانا بقول الكلام ده في كل حلقه، وجود هاني ابو ريده
على رأس الاتحاد وهو العضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي بقاله سنين وعايش الأجواء دي هيطور الكرة المصرية. احنا جبنا ورا مش طلعنا لقدام. طور فين يا كابتن؟ ده احنا بعد كأس العالم طالبنا بده يبقى في مؤتمر يدعى إليه الخبراء والناس الدارسين والناس اللي يعرفوا قيمة العلم في الرياضة عشان يحطوا يعملوا برنامج لتطوير الكرة المصرية. ولا حياة لمن تنادي ومش هيتعمل ده ولا يفرق معاهم ولا يفرق مع اتحاد الكرة. طيب معانا كابتن حلمي كابتن حكمنا الدولي الجميل كابتن محمد فور. كابتن محمد مساء الخير. كابتن مصطفى ازيك؟ ربنا يخليك انت لو وحشنا اكتر والله. الكابتن الجميل الكابتن حلمي اهلا بيك يا كابتن. كابتن محمد كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين يا كابتن وايام سعيده وجميله عليكم يا رب وعلى المصريين والامه الاسلاميه. ما حدث اليوم يا كابتن فاروق في ماتش بيراميدز والمقاولين، المقاولين لهم حق ولا ما لهمش حق؟ انت ممكن تلعب الماتش من غير حكم خامس ولا طالما انت بتلعب على طول بحكم خامس لازم يبقى في حكم خامس؟ لا هو القانون بيقول المباراه تلعب حتى لو بحكم واحد يا كابتن. ايوه حاجه اسمها بس انا بوضع عشان المهندس عادل والاخوه الزملاء في المول العرب. اتفضل. لا انا بتكلم على القانون بيقول المباراه تلعب حتى لو بحكم واحد تدار المباراه. مفيش اي مشكله خالص يعني المباراه تلعب بحكم واحد مفيش اي مشكله، لكن كان لابد طبعا يكون في اختار حتى لنادي المقاولين ان في حكام اجانب موجودين، وطبعا ما دام في حكام اجانب مش هيبقى في حكم خامس طبعا طبيعي لان هم ما بيلعبوش هناك بالحكم الخامس. وده طبيعي لان برضه السنه اللي فاتت اتلعبت ماتشات الاهلي والزمالك بحكام اجانب من اربع حكام مش من ست حكام. طيب كابتن فاروق ما حدث من قرار اتحاد الكوره والكابتن عصام بحضور حكام اجانب ده يضر بالحكم المصري ولا يساعد الحكم المصري؟ لا يا كابتن طبعا يضر بالحكم المصري نتكلم بصراحه يعني. يا كابتن يضر بالحكم المصري. ايوه طب لما بيضر بالحكم المصري كابتن عصام عبد الفتاح واتحاد الكوره ليه خدوا القرار ده يا كابتن؟ لا هو كابتن عصام اكيد مش هو اللي خد القرار يا كابتن. ما هو مجلس الاداره ما انا يعني بصفته يعني يعني انا كنت متخيل الكابتن عصام لما يقول كده يقولوا لا هنلعب بحكام اجانب يقول سلام عليكم انا مستقيل. انا اتوقع ان الكابتن عصام يعني انا من خبرتي او معرفتي بالكابتن عصام اتوقع ان هو حارب ان هو الحكام المصريين لان عارف الكابتن عصام دايما بيحارب الحكام المصريين تكون هي اللي موجوده. بس ده اكيد طبعا قرار مجلس اداره بالاجماع يعني حتى لو هو صوته هتلاقي بقيه الاصوات كلها موجهه ان هي تجيب حكام اجانب. طب كابتن فاروق في جمله خطيره جدا واحنا طلبنا الكابتن عصام هو صديق عزيز وانت هو عارف انا بحبه قد ايه قال يا جماعه كلموني بعد 10 دقائق وما ردش عشان يرد على المهندس عادل في المول العرب قال ان عايزين ننجح تجربه بيراميدز. يعني هل من حقه ان يستقطب حكام اجانب عشان ينجح تجربه بيراميدز؟ لا هو قصده يا كابتن انا برضو انا كنت في فرق ما بين قصده يا كابتن فاروق وقال لا هو طلع دلوقتي انا شفته في احدى القنوات طلع صح الكلام ده اوكي بيقول انا بشجع الاستثمار في مصر وليس نادي يعني بيشجع اي نادي يكون في استثمار في مصر لصالح الرياضه في مصر وصالح مصر هو بيشجعه وليس نادي بعينه يعني. لا انا حتى قلت المهندس عادل يمكن بيقصد تجربه بيراميدز كنادي جديد واستثمار وكده قال لي لا انت فاهمها بقى زي ما انت تفهمها بالظبط. هو قصده كده بالظبط قصده كده يا كابتن بالظبط يعني عشان برضه نديله حقه هو مش موجود يعني هو في سلبيات كتير وانا بتكلم لكن في الحته دي بديله حقه هو قصده زي ما قال الكابتن زي حضرتك ما قلت كده بالظبط. طيب كابتن فاروق يعني احنا رايحين فين الفتره اللي جايه في التحكيم؟ كابتن المرحله الجايه دي صعبه جدا. أيوة. وما كانش في تكاتف عشان اكلمك بكل صراحه. أيوة. الفتره الجايه دي الدوري مش هيكمل. انا بكلمك لان انا واحد من اللي كنت موجودين. الفتره اللي فاتت الدوري صعب جدا السنه دي لابد تكاتف كل عناصر اللعبه يعني كل عناصر اللعبه لابد في تكاتف علشان نعدي المرحله دي، لكن الكلام ده يحصل من خمس او ست اسابيع في بدايه الموسم، الكلام ده كان بيحصل دايما في اخر اسبوعين في اخر ثلاث اسابيع. اللي هيهبط واللي كذا واللي كذا. هيهبط واللي كذا وكاس القصر ممكن تتلم ماتش او اثنين بحكم اجنبي وبتعدي. لكن حتى اتحاد الكوره والفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت كانوا بيتمسكوا بحكم مصري باستثناء ماتشات الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك لا بقى الاهلي والزمالك وبيراميدز او بالعكس بقى الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز. لان الزمالك وبيراميدز توأم دلوقتي. عاملين توأمه مع بعض. عاملين توأمه بس هتتفرج بعد كده كل نادي هيقول لك هجيب حكام اجانب.
لا ما هم زيتهم في ايديهم يعني، ما ده يدفع ده يدفع ما فيش مشاكل يعني ما. اه بس هتلاقي بقى ايه بقى، تبدا بقى تلاقي ممكن الاسماعيلي يجيب حكام، المصري يجيب حكام، الاتحاد يجيب حكام، هتلاقي ممكن انديه من القسم الثاني اللي بتنافس يقول لك اجيب حكام اجانب، ما دام الباب اتفتح خلاص هدفع. يعني يا كابتن محمد هدفع 15000 دولار عشان اجيب حكام اجانب عشان 3 بونت كابتن؟ هدفع. وخلينا نتكلم بصراحه في التوقيت اللي احنا فيه ده، البلد محتاجه لكل جنيه مصري، كل جنيه، كل عمر دولار موجود. اه بالظبط الكلام ده كله خالص يعني. وفي الاخر ايه يعني، يعني ايه اللي هيحصل في الاخر؟ يعني شفنا النهارده مستوى التحكيم، اقسم بالله العظيم اقل حكم احسن من الحكم اللي يكون مع احترامي للحكام في تونس، الحكم المصري احسن من الحكام الموجودين، والاخطاء تفضل موجوده. ما كان في اخطاء موجوده النهارده كابتن. وهو كابتن فاروق لما يجي حكم اجنبي مش هيغلط ولا عشان البرنيطه وما بيعرفش عربي؟ هيغلط يا كابتن، هنستقبل يعني هنتقبل اخطائه، هندفع الفلوس وهتبقى على قلبنا زي العسل وهنتقبل الاخطاء. طيب نصيحه للجنه الحكام يا كابتن فاروق. نصيحه للجنه الحكام يا كابتن، لابد يكون في قرار قوي، حتى لو خدوا قرار مجلس اداره الاتحاد بحكام اجانب، لابد يقصر على ماتشات معينه كالاهلي والزمالك والماتشات اللي هي مصريه في نهايه الدوري، ويكون في لم الشمل في اقرب فرصه، لان الموضوع لو فتح اكتر من كده هيهدد الدوري المصري. انا بكلمك بصراحه يا كابتن، انا اتمنى نجاح التحكيم، لابد لجنه الحكام تتكاتف، لابد اتحاد الكره يساند الحكام، انا لازم احس ان في مسانده بالنسبه لي. طب عوده الجماهير تؤثر على المنظومه كابتن فاروق؟ طبعا يا كابتن، عوده الجماهير تاثر على المنظومه طبعا، حكام بقى سواء اجنبي سواء مصري. اه طبعا يا كابتن، النهارده في لقطه جايبين واحد الفاظ بتتقال موجهه للحكم، الفاظ في منتهى يعني السوء. الفترة اللي جايه دي صعبة يعني، وجود جماهير وعدم ثقة في التحكيم المصري، كل ده ودوري مشتعل من الأسبوع السادس. طيب وبعدين هروح على فين؟ عايزين الدوري يكمل، عايزين أي حاجة تشوه الدوري المصري. نتمنى نتمنى يا كابتن محمد، لأن دي في الآخر دورينا وده بلدنا وده منتخبنا وده منتخبنا اللي احنا بنتمنى له كل توفيق إن شاء الله كابتن محمد كحكمنا الدولي الكبير. كابتن محمد فاروق ألف شكر وشكرا جزيلا. ايه رايك في الكلام يا كابتن حلمي؟ لا كلام منطقي جدا وكلام واقعي جدا وعنده حق في كل اللي قاله يعني الكابتن فاروق. فعلا المفروض يتوقف مع حكامنا، نقف معاهم ونتساندهم، ما نحاولش. وبعدين يا كابتن مصطفى انا عايز بس اقول كلمه، يعني هو الحكم عندنا بياخد ايه يا كابتن؟ ده النهارده قاري جاي في الكلام، قاري الكلام ده يا كابتن. اه ان هم هنا بياخدوا 170 دولار في الماتش، ما يوازي 170 دولار. في انجلترا بياخد 1400 دولار الحكم. في ايطاليا بياخد 3400 دولار. في اسبانيا بياخد 6400 دولار. انت بتدي له محترفين ايه؟ يا كابتن. ايوه محترفين، هو ده يا كابتن. وبعدين انا هقول لحضرتك على حاجه، الحكم يحكم ازاي للاعب بياخد 10 و20 و30 مليون وهو بياخد 100 دولار ولا 170 دولار؟ لو غير كده يا ابو الكباتن، يجي إزاي؟ يسافر، يجي مثلا سي من المنيا بالظبط كده، وما كلش وما نامش وجاي من الشغل وداخل نازل الملعب. أيوة يركز منين؟ أيوة ويشتغل منين؟ أيوة ما كانش انا يبقى انا اعيشه حياه كريمه بالظبط، ويبقى مطمئن متفرغ ومطمئن على نفسه وعلى اولاده وعلى بيته، ويحكم بمزاج زي ما اللعيب ما بياخد ويلعب بمزاج. ليه انا ما اعملش كده مع الحكام بتوعي؟ ليه ادي ملايين الملايين للعيبه وللمدربين؟ ارتفعت المرتبات بشكل كبير جدا، والحكام بتوعي اللي هم اساسا قضاة الملاعب اللي هم العنصر الرئيسي في كرة القدم، اديهم كده؟ طب ازاي؟ طب يحكم ازاي؟ ويعني ويتبهدل ويعترض عليه ويطلع يتهاجم ويتعمل فيه كل حاجه عشان 170 دولار، تخيل يعني. يعني لو كان عشان 3000 دولار خلاص انت بتقبض المقابل مثلا، لكن 170 دولار ما ينفعش. ضروري ارفع من مستوى الحكام من الجانب المادي اولا، عشان الحكم بتاعي يبقى عينه مليانه قوي. ده حته ثانيه كمان حلمي، حته ثانيه. ايوه هتشجع لعيبه الكوره انهم اصحاب الخبره بقى طبعًا، والاحساس والسنس بتاع الكوره بالظبط، ان يبقى حكم لما ياخد له 2000 دولار، هنقول 1000 دولار يا سيدي، يا سيدي 1000 دولار هيحكم كام ماتش في السنه؟ 1000 دولار هيحكم كام ماتش في السنه؟ 20 ماتش مثلا. كام يعني ايه 20 ماتش؟ يعني 240
20 ماتش 20 ماتش لو قلنا 1000 دولار حتى 1000 دولار في 20 ب 20 1000 دولار يعني 200 يعني كلام فاضي داخله على 200000 ولا حاجه كده يعني ده ما جاش 400000 شراب لاعب كوره من الاحتراف كلام فاضي يعني حاجه صعبه جدا. انا عملت حسبه دلوقتي لو في نادي جاب حكام لكل ماتشاته 36 ماتش في 15 15000 يعملوا 540000 دولار 540000 دولار يعني في 20 في 18 ايوه يعني دخلت لك في 10 مليون جنيه 11 مليون جنيه واخد بال حضرتك. طب ما انا ادي للحكام بتوعي يا اخي بالظبط ما انا ادي للحكام بتوعي اخليهم يعيشوا حياه كريمه. الحكام الاجانب زي ما انا قلت في الانترو يا كابتن حلمي يعني طرد النهارده علي جبر شال كتير من الشك خلينا نتكلم بصراحه لا صح شال كتير قوي من الشك طبعا لكن هو نسي ان هو خد انذار ايوه هل لو كان فاكر كانش اداله الانذار التاني ايوه يعني مش عايزين نخش في قلق يا جماعه عايزين نبقى في شفافيه الشك ملوش لازمه بالظبط لان برضو انت عايز تدخل جماهير دلوقتي يا كابتن مصطفى وعايز تسمح للجماهير انها تدخل ما هي الجماهير دي ممكن تعمل كارثه في الملاعب برضو لو حكم غلط غلطه كبيره قدام مع نادي كبير طب ممكن تبقى فيه حوادث كتيره جدا ويحصل كلام يعني ملوش لازمه يعني. طب عايز اسالك سؤال واحد اتفضل بس ما تزعلش لا اتفضل طيب تركي آل شيخ بيصرف على نادي الزمالك مش كده؟ بيجيب له لعيبه جايب له مدرب سامعنا جايب له مهاجم عالمي ازاي انا منافس وادعم الخصم بتاعي خصم رياضي ولما اجي هلاعبه وحصل مشكلة ايه اللي هيحصل؟ لا ما هو بقى يعني انت اتعدلت لا تركي آل شيخ راجل بيدعم من منطلق منصبه كرئيس الاتحاد العربي مش كرئيس نادي بيراميدز طب هو قال كده قبل كده بس هي يعني قال ان هو بيدعم بدليل بس مش دي الحقيقة بدليل ان هو مثلا نادي الاتحاد سكندري عايز يدعم نادي الاتحاد النهارده عايز يدي للنادي المصري مكافاه عشان الماتش بتاعه بتاع افريقيا بس هم رفضوا هم رفضوا طبعا يعني فيعني هو بيقول كده يعني هو بيقول ان انا من منطلق ان انا راجل عايز ادعم كل الناس النهارده قريت خبر ان هو بيدعم في الكويت انديه في الكويت دلوقتي كويس والله حاجه تسعدنا يعني جدا على فكره فده اللي انا سامعه لكن طبعا تسعدنا. في تضارب دلوقتي وفيه تناقض بس كبير بس هو ملوش نادي شريف في الكويت لا ملوش ولا في السعوديه لا لا هو بيتكلم في كل مصر. كلمه محسوبه طبعا هو بيتكلم كرئيس الاتحاد العربي وعايز يدعم الانديه لكن موضوع النادي الزمالك حاجه ثانيه بقى يعني ايه بقى ايه الحاجه الثانيه يعني دي اولا هو بقى في صداقه بينه وبين مستشار مرتضى صداقه كبيره دلوقتي ومستشار مرتضى بيعرف يستفيد كويس يعني لا هو استفاد كويس او مش بيعرف بيستفاد لنادي مش بنتكلم ان هو اللي استفاد بنتكلم على النادي كنادي طب يعني. كابتن حلمي انا الزمالك والزمالك عايز اكسب الدوري طبعا طب الراجل اللي بيصرف عليا ده وبيدعمني هكسبه ولا مش هكسبه لا ضروري اكسبه والعكس ضروري اكسبه ازاي يعني الكره فيها كده كابتن مصطفى كابتن مصطفى انا كنت ماسك نادي الحرس انا عارف وبلاعب الزمالك خمسه لا نادي الجيش ونادي الجيش هينزل لو كسبته وهو ما كسبش الماتش اللي بعديه ينزل او لو انا كسبته وما كسبتش الترسانه اخر ماتش هو ينزل واخد بالك لا كسبته اتنين في ارضه ورحت كسبت الترسانه اتنين قعد وانا خدت مركز تالت صح فاكر واخد بالك فده الشرف الرياضه شرف وأمانة صح شرف وأمانة الذمم ما تتباعش كده لا يا كابتن المفروض كل الناس يبقى عندها شرف وعندها أمانة ومش الفلوس هي اللي تخليك تتخلى عن شرفك لا احنا بس أمانتك. عشان الناس تفهم صح ايوه احنا مش بنشكك لا احنا بنوضح لا طبعا عشان بس الناس تفهم صح لا انت فهمش غلط لا احنا ما بنقولش حاجة خالص انا بتكلم في الشكل العام يا كابتن هو حلمي طبعا هو التركي آل شيخ بيدعم ايوه طيب اللي انا بدعمه ده هيعمل لي ايه ما هو برضه هو بيستفيد كمان هو بيستفيد من نادي الزمالك هو بياخد لعيبه من نادي الزمالك ايوه هو بيدي نادي الزمالك لعيبه يعني الاستفاده متبادله
يعني خلينا صراحة الاستفادة متبادلة. هو بيديك اذا كان بيجيب لك لعيب الزمالك. طب ليه ما بيعملش كده مع الاتحاد؟ بس سيبك من الاهلي، ما هو ليه ما بيعملش كده مع الاسماعيلي؟ بيتهيألي هو قال كده ان هو عايز يعمل مع الاتحاد كده، والناس تقريبا مرحبين المهندس الحاج محمد مصلحي تقريبا، يعني انا ده اللي انا بقراه وبشوفه. والله يا ابو كباتن لو كل الناس سواسيه في مصر زي نادي الزمالك والاهلي، الاهلي خد برضه والراجل يشكر. ايوه لا ننسى ده ابدا طبعاً. الفضل ده عليه. لو كل الناس هتتساوى في ده يبقى على عيننا وعلى راسنا. طبعا مهم، مهم لكن جدا. لكن يبقى حد على حساب حد؟ لا يعني لا. هو الدعم، الدعم بدون هدف، الدعم بدون هدف، ان انا بدعم عشان انا رئيس الاتحاد العربي من حقي ادعم كل الانديه وكل أيوة. المنتخبات انا بتكلم فيه وكل الناس، ده عايش يبقى شيء محمود وشيء يحترم وشيء حاجه تبقى جميله جدا. شفت البطولات الاوروبيه اللي معموله الف وب وجيم ودال؟ احنا ليه ما نعملش ده بصفه بقى تركي الشيخ على على راس القائمه العربيه او الاداره العربيه في كره القدم؟ ليه ما نعملش بطوله عربيه منتخبات ونستفاد من الاحتكاك اللي بيننا وبين بعض؟ طبعا هو ده الاهم ولا الصرف على الانديه لا الاهم؟ لا مبادره ولا شراء اللعيبه الاهم؟ لا لا ده كلام محترم جدا، لكن يا كابتن مصطفى ايه المشكله؟ المشكله في الدوري والانديه اللي بتلعب في بطوله افريقيا، وانت السنه دي بيقول لك ان انت هتلعب سنه كامله من غصن لغص حلوم. طيب يا كابتن، كابتن حلمي أيوة. هو الدوري الاوروبي ما بيتلعبش كل 3 4 ايام؟ ما انا هقول لك على حاجه، يعني يعني ايه الفرق بيننا وبينهم؟ لا لا فرق كبير يا كابتن. ما قول لي بقى ايه الفرق. لا 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 ده فرق كبير جدا. طب قول لي عليه. قول لي كابتن مصطفى، انت اللعيب هنا غير هنا خالص. في الجانب البدني بيتاسس كويس قوي، ايوه، باسلوب علمي. فكرتني بسؤال، واخد بالك؟ بيتاسس كويس قوي، بيتعلم كويس قوي يعني ايه احتراف، بيتعلم كويس قوي وهو صغير يعني ايه تاكتكس، يعني ايه تحرك، يعني ايه باص صح بنسبه 90 و85% من بساطه صح. خد بال حضرتك، بيتاسس صح. انت هنا لا يا كابتن، لا انت هنا مفيش تاسيس. في نقطه مهمه في اللي انت بتقول، العامل النفسي طبعا ده مهم. ازاي الاتزان؟ الله، طبعا ازاي تقوي المنتاليتي بتاعه، أيوه. ازاي تقوي العقليه ان هو يستحمل الضغوط اللي صبت. ممكن يواجهها في الماتشات الكبيره، يستحمل الضغوط اللي هتخليه قاعد على الدكه مثلا 3 4 ماتشات ورا بعض وما يعملش مشكله. كل دي حاجات بيتعلموها، علوم دي علوم وده علم صبت. الكوره بقت علم. احنا لغايه الان معتقدين وفاهمين ان الكره فهلوه لغايه الان. لا ما احنا هي عندنا في مصر، ما هي عندنا فهلوه. طبعا مش علم. ايوه ما هي كده. انت عارف عشان ايه يا كابتن حلمي؟ تعالى احسب الاصابات في اللعيبه من اول، احنا في الاسبوع السادس. الناس اللي بتفهم في الكوره وبتفهم في علم التدريب، الكلام ده يا كابتن حلمي لازم يدرس. وايه الاسباب؟ طبعا يعني لما الاقي نادي الاهلي ولا نادي الزمالك كل ماتش واحد واثنين وثلاثه، لا طبعاً. مش كده بس، يبقى في مشكله. بيرجع بعد قد ايه؟ ايوه دي مشكله. يبقى انت عندك قصور في اعداد هذا اللاعب لموسم، دي نمره واحد. عندك قصور في علاج هذا اللاعب وامكانيه عودته بمنتهى السرعه. عندك قصور في الحاجات دي، عندك قصور في الاعداد البدني، وعندك قصور في التاهيل بعد الاصابه. يبقى انت عندك قصور في كل حاجه. كابتن مصطفى احنا بنشتغل بشكل عشوائي، ضروري تبقى عارف كده. فنتائجك هتبقى عشوائيه، مش هتبقى ستيبل، مش هتبقى مستمره. انت بتروح بالصدفه كاس عالم كل 28 وكل 50 سنه، بتروح بالصدفه لكن مش على اساس، لان ما عندكش اساس. احنا الاجيال جينا احنا يا كابتن حلمي كلنا ولاد النادي. انتوا كلكم اللي جاي من بره حتى 17 و18 سنه. أيوة. الاسماعيلي مفرخه. طبعا الاسماعيلي دلوقتي الانديه كلها بتعتمد على انديه على لعيبه الدرجه الاولى بالزبط. الغير مؤسسين بدنيا وفنيا طبعاً. وتكتيكيا طبعاً. ده اللي مأثر على الكوره عندنا في مصر. احنا على ايامنا يعني كنا نروح نتعادل مع المنصوره طبعاً. يا عيني. طبعا طبعا يا كابتن مصطفى، احنا عشان تعمل منظومه محترمه يبقى ضروري زي ما انا قلت لحضرتك تجيب خبراء محترمين يعرفوا يديروا لك العمليه دي، يعرفوا ينظموا لك هذه العمليه، يحطوا برامج ويحطوا نظام
للأندية وللمنتخبات قطاعات الناشئين والقطاعات والاتحاد الكورة كيفية الإدارة المحترفة داخل اتحاد الكورة. لكن طول ما انت سايب مش عارف مين ومين ومين اللي عمرهم ما لعبوا كورة ولا نزلوا ولا لبسوا شورت هم اللي بيخططوا للكرة المصرية، وبعدين هو فين التخطيط أساسا؟ يعني عايز أعرف فين التخطيط أساسا؟ لما ده محمود سعد الراجل الدكتور المحترم ما بياخدوش رأيه، ما بياخدوش للأسف رأيه للأسف للأسف. يعني حاجة تزعل، يعني حاجة تزعل بصراحة. يعني ومستقيين بالاتحاد الدولي ان ما حدش يقدر يجي ناحيتهم، ما حدش يقرب ناحيتهم. الاتحاد الغني لسه متحل من شهر. ايوه الاتحاد الغني. طيب. ولا توقفوا ولا تعاملوا ولا أيوة احنا مش بنقول عايزين نحل الاتحاد عشان لا بس لا ما تفهم صح، احنا عايزين زي ما انت بتقول يا كابتن حلمي عايزين ما تستعينوا بالناس الخارجية. ما احنا بنستعين بمدربين اجانب اهو. طب ما تستعين بخبراء اجانب ينظموا لك العمليه وينظموا لك عمليه الاحتراف على مستوى الانديه وعلى المستوى جميع عناصر اللعبه، اداريين وحكام ولاعبين وكله كله كله. ليه ما تجيبش ناس تنظم لك العمليه دي؟ وبعدين ما احنا عندنا المهندس هنا بوريده ده عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي. ما يجيب ناس، ما يجيب ناس عنده القدره انه يجيب ناس يعلمونا الكلام ده. طب ما او يطلع الناس تتعلم بره وتيجي تعمل دورات وتعمل دراسات وتعمل وتعمل ما تعمل معاشه وتيجي تطبق ده الكلام ده هنا. يا ريت يا ريت. وجود حازم امام ومجدي عبد الغني الاثنين الوحيدين لعيبه كوره. ايوه. ايه دورهم في اتحاد الكره يا كابتن؟ لا هم حازم ما بيروحش الاجتماعات دي. لا هم ما عشان هو كان ليه موقف في حاجه معينه حازم، وهو انا اجيري قابلته وكلمته اجيري وبعض افراد عناصر المنتهى الجهاز الفني كان ليه وجهه نظر، وماجدي كان ليه وجهه نظر ولم يتخذ بيها كناس فنيين. يعني الاثنين محترفين، اتنين لعيبه كوره واتنين لعيبه كوره ومحترفين. ايوه بالظبط. واخد بالك؟ اخد راي مين؟ الناس اللي جايين من مركز شباب ولا ايه يا كابتن مصطفى؟ ده اذا كان مركز شباب كمان. اذا كان مركز شباب. هو ده كلام، هو ده كلام يدخل عقل يا كابتن. اما هو انت يعني لما انت تلاقي حازم امام ومجدي عبد الغني بينجحوا على الحركرك، تلاقي وائل جمعه بيسقط. ايوه. هو أيوة. حماده المصري يسقط في الانتخابات اتحاد الكوره. انت عارف الانتخابات بتدور ازاي؟ عشان كده لحد امتى هنفضل كده؟ انا القصه أنا مش قصه كوره بس يا كابتن حلمي. خالص والله يا كابتن مصطفى، احنا للاسف ان كل انتخابات بيحصل كده. التربيطات انت عارف كويس قوي، وعارف كويس الفنادق، وعارف كويس قوي الاكلات اللي بتتعمل يعني حاجة تكسف. والفانيلات والشرابات حاجة تكسف. الواحد بيقول الكلام ده وهو زعلان. امتى هنبقى ده بحجم مصر؟ امتى هنبقى نتصرف بحجم بلدنا؟ صح. امتى؟ لكن للأسف يا كابتن مصطفى يعني انا عايز اطمنك، صعبة جدا. عايز اطمنك واطمن الناس ان 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 في ان شاء الله باذن الله جاي مشروع قومي باللي انت بتحكي فيه ده كله يا كابتن حلمي. يا ريت والله. هيبقى من 8 سنين او 9 سنين لحد 18 سنة. ده اللي هيطلع مسؤوليته ميدو؟ لا مش ميدو، ده كابتننا الكبير كابتن حسن شحاته. أطلع. كابتن فاروق جعفر. ايوه. كابتن علي ابو جريشه. ايوه. كابتن مصطفى عبده. يا سلام. لعبد الله اللي قدامك. يا سلام. وميدو. يا ريت. وميدو معانا. يا ريت. هم دول اللي هيتولوا الامور ديت. يا ريت. عشان نطلع 500 طبعًا. محمد صلاح. طبعا يا ريت والله يا كابتن مصطفى. ده حاجه تبقى كويسه جدا. في زوبعه في البلد في على السوشيال ميديا مقارنه ما بين محمد صلاح ومحمد ابراهيم، بس انا عايز افكر الكابتن حلمي اول مره شافهم معايا. اه طبعا فاكر في الهدف. ايوه كنت انت معسكر لعبك. واحنا كنا معسكر. اه وكسبتني 3. اه وقلت لك قلت لي مصطفى العيال ما تستحملش يا مصطفى حرام عليك. قلت لك كابتن حلمي سيبهم انا عايزهم. أيوة. اه والعيال بتوعنا استهتروا شويه بالظبط فكسبوهم 3. شفتهم ازاي يا كابتن حلمي وهم نجوم كبار دلوقتي؟ طبعا حاجه. بص ما ده قمه سعادتك طبعا لما انت تبقى بتشتغل وبتختار بعنايه وبتختار بفكر وبرؤيه محترمه، والولاد دول اللي انت شفتهم وهم 14 و15 و16 سنه بتشاور عليهم تقول ان دول هيبقوا كذا وبسم الله ما شاء الله تلاقيهم. فاكر؟ طبعا فاكر؟ طبعا انا في مره انا جبت محمد صبري عنده 14 سنه. ما شاء الله عليه كان حته لعيب كوره. قلت لهم افتكروا الاسم ده وهو 14 سنه
والله يا كابتن مصطفى من قبل ما يلعب معايا قلت لهم كان الله يرحمه الكابتن علي شرف والكابتن حنفي بسطان واللي ربنا يديله الصحه كابتن احمد مصطفى وكابتن حسنين، قلت لهم يا جماعه افتكروا الولد ده محمد، افتكروا اسم محمد صبري. انا اول مره جاب جون في شوبير عندنا كان مع الكابتن جوهري، كان هو كابتن جوهري أيوة. لا هو فحازم امام يعني لا الفرقه كابتن الكوتش اي دي مهمه جدا، انك انت تبقى عندك رؤيه ثاقبه لمين اللي هيبقى كويس، بتقرا مستقبل هذا اللاعب ممكن يوصل لفين، دي ناقصه كتير قوي من دول يا كابتن، ناقصه كتير جدا. أنا مش عايز اشكر في نفسي، لا لا ما يعني الحمد لله انا يكفيني فخرا لما ابعت رساله اقول له يا محمد لو سمحت 1 2 3 يقول لي يا كابتن انت ما تعرفش قدرك عندنا انا وزمايلي قد ايه، ده دي عندي بالدنيا طبعا بفلوس الدنيا الله طبعا يا كابتن طبعاً. مصطفى انت قدرك عندنا انا وزمايلي الجيل بتاعه يعني طبعا دي يعني مش عايز اقول لك يعني طبعا لا طبعا يعني فيه ولاد كويسين قوي وبيحفظوا الجميل طبعا وبيقدروا، وفي ناس ما بتقدرش خالص مش تبقى عارف خالص يعني للاسف والله للاسف ان في ناس كتيره جدا ما تقدرش يعني والله. طب خلينا نطلع فاصل يعني البقين الحلوين اللي احنا قلناهم دول ومعانا التقرير كده حبه اسئله ليك من الساده النقاد ونرجع تاني فاصل ومع كابتننا الكبير الكابتن حلمي طولان. رأي كابتن حلمي في شكل المنافسة على الدوري السنة دي، هل الأهلي والزمالك هم اللي هيستمروا في المنافسة ولا هنلاقي في مثلا نادي جديد زي بيراميدز هينافس، الإسماعيلي ممكن يخش في المنافسة، فكنت عايز أشوف رأي كابتن حلمي في 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 شكل المنافسة. وسؤال تاني برضو توقعاته لأجيري مع المنتخب، هل أجيري هيكون مختلف عن كوبر من ناحية الطريقة الفنية، شكل المنتخب معاه هيبقى مختلف عن كوبر، اختياراته للعيبة كل الكلام ده هيبقى في اختلاف ولا هيبقى يعني نفس طريقة اللعب تقريبا هي؟ بوجه التحية لكابتن حلمي طولان من المدربين أصحاب الخبرات والكفاءة في الدوري المصري. أنا بس سؤالي الكابتن يعني الكابتن حلمي من صاحب خبرات كبيرة في الدوري المصري مع كل الفرق، كان ليه بصمة مع كل الفرق اللي دربها، هو فين دلوقتي من تدريب الفرق الكبيره يعني خصوصا مثلا الزمالك، فين من المنتخبات الوطنيه، ليه اسمه ما بيبقاش مرشح دايما بتدريب المنتخبات الوطنيه؟ عايز اعرف بس يعني تجربته الكبيره في الدوري المصري ايه اهم تجربه بالنسبه له في الانديه اللي اشرف على تدريبها والتاريخ الكبير دوت، وعايزين نعرف كان مين اهم اللعيبه اللي دربهم في الدوري المصري. وحابين نساله عن رايه في مشروع الرئيس السيسي بمشروع الالف محترف اللي هيشرف عليه احمد حسام ميدو، وايه المطلوب من وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره لنجاح هذا المشروع؟ بشكل عام على المدربين نادي الزمالك ليه مش واخدين فرصهم في تدريب المنتخبات الوطنيه؟ يمكن بقى لنا فتره بنشوف المنتخبات الوطنيه في اتحاد الكوره بيديرها او بيتولاها ناس من او مدربين نادي الاهلي في غياب تام من نجوم نادي الزمالك او مدربين نادي الزمالك، فعايز اعرف هل في موقف من نادي الزمالك او هل في تعليق منه على الكلام ده؟ هو شايف ان ده منطقي او ده طبيعي ولا لا؟ اهلا بحضراتكم مره ثانيه، شكرا للزملاء الاعزاء النقادنا الرياضيين. كابتن حلمي اول سؤال، شكل المنافسه اهلي وزمالك وبيراميدز ولا انت شايفها ازاي، واسماعيلي ومصري ولا انت شايف المنافسه ازاي؟ انت بتتكلم دلوقتي بيراميدز بيحتل المرتبه الاولى 15 بونت بسبع مباريات، الزمالك الثاني 6 مباريات 13 بونت، الانتاج الحربي وتحيه لكابتننا ونجمنا الكبير كابتن مختار 13 بونت لعب 7 مباريات، الاهلي 5 مباريات و11 بونت، يعني الاهلي لو كسب يبقى 17 بونت الاول. لن تخرج المنافسه بين زمالك اهلي بيراميدز، مش هتخرج المنافسه عن الثلاث فرق دول. وعندي اسباب يعني. بالنسبه لبيراميدز ولو انه فريق جديد مكون حديثا،
لاعبين من كل حتة وجهاز فني جديد ونادي لسه معمول يعني. لكن هو بيأدي بشكل كويس، بشكل مقنع. عنده مجموعة من اللعيبة كويسة جدا. كمان الجانب المادي ده دافع غير قوي طبيعي. جدا جدا جدا. وبعدين الاحترافية في الإدارة، هو حسام البدري شارب من النادي الأهلي الاحترافية وكيفية إدارة الأمور، وهذه خشبة برضو وحسام وأحمد حسن. فأعتقد أن هم العملية بتدار بشكل احترافي، وده هيبقى من الأسباب الرئيسية في نجاح هذا النادي، بالجانب المادي والدوافع المادية الكبيرة جدا. كمان قدرة النادي على استقطاب لاعبين على مستوى عالي. ده بيقولوا ابراهيموفيتش جاي مثلا يعني في يناير. فديت دي برضو. لكن في 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 الاول وفي الاخر يا كابتن مصطفى، انا شايف الزمالك والاهلي وبيراميدز هم دول اللي ممكن ينافسوا السنه دي على الدوري. مين يخش في المربع، الاسماعيلي ولا المصري؟ والانتاج الحربي ومصر المقصه، يعني مين؟ يعني انا اتمنى نفسه طويل يعني شويه. اتمنى مختار يدخل، لانه عامل حاله محترمه جدا، عامل تيم اسماءه كلها محدش عارفها. هو ده المدرب، هو ده نتاج للاستقرار، نتاج للاستقرار. كابتن حلمي، في فرق من اللي بيعمل تيم واللي التيم بيعمله، مش كده؟ في مدربين كتير جدا شاطره جدا جدا انها تعرف تعمل تيم. وفي مدربين كتير موجودين صنعتهم اتيام، صنعتهم اتيام. صح، ده حقيقي. ده حقيقي، ده موجود. طبعا، بس بدون ذكر اسماء. انا قلت الكلام ده، الناس كانت بتزعل مني لما كنت بقول كده. لا لا، ده حقيقة. يعني انت كحلم طولان لما تقول لي هات لي ابو تريكه وبركات ومصطفى يونس والخطيب وفاروق جعفر وحسن شحاته وعلي ابو جريشه، انت عايز ايه؟ لا كابتن، انا اقيم مدرب في ظروف صعبه. بالظبط، اقيم المدرب ده حسام حسن في ظروف صعبه. ده حسام حسن يعني، ده مختار. لكن الاستقرار اللي في نادي الانتاج الحربي، ايوه، منظومه مختار بقاله دي ثالث سنه. فوضع طبيعي جدا يبقى فيه نتائج. وضع طبيعي جدا يبقى فيه نتيجه للاستقرار ده. واخد بالك، استقرار اداري، استقرار فني، لعيبه واستقرار مادي، بالرغم من الامكانيات مش عاليه، لانه برضو نادي بيتبع للقوات المسلحه وكده، لكن استقرار مهم جدا. ودي دروس يا كابتن مصطفى، حصان الاسود للدوري الممتاز. بالظبط، ايوه، دروس للانديه. في انديه بتجيب مدرب يقعد ثلاث ماتشات ويمشي. الحاج محمد الطويله اربع خمس مدربين. أيوة. دلوقتي بالظبط كده. تجربه اجيري يا كابتن حلمي مع المنتخب. تجربه اجيري، انا يعني انا مش عايز احكم عليه بسرعه، ولو ان الماتش الاخير، بالرغم من ان الفريق المنافس لينا مش بالقوة اللي تقدر على أساسها تقيس مستوى هذا الرجل والمنتخب بتاعك، لكن هناك إيجابيات حصلت في هذا اللقاء. تغييرات اللعيبة؟ غير تغييرات اللعيبة، هو ده وضع طبيعي جدا وغير، لكن هو في حاجات تكتيكية حصلت خلت الشكل كويس قوي. زي مثلا بدايات الهجمة من تحت، من تحت، إن السردباكين يفتحوا وغزال ينزل يستلم من تحت ويبدا يعمل الشغل. مفيش مركزيه في نص الملعب. الحاجه الثانيه ان الباكين بتوعك كانوا طايرين على قدام على طول، لان في تامين من غزال تحت، واثنين سرد باكين معاه وواحد في نص ملعب كافي جدا في الماتشات دي. فكان في جبهات شغاله بشكل اكتر من رائع. جبهه شمال وجبهه يمين. كون ان الباكين يطلعوا على حدود ال 18 بتاعه الخصم ويجيب جون ايمن اشرف، انت بتقرب المسافه بشكل كبير لمرمى الخصم. صح، لمرمى المنافس. فبالتالي ده تغيير. التنوع في الهجوم سواء من العمق او من الاطراف، ده شيء كنا بنفتقده. وبعدين بتلاقي اتنين نص ملعب على 18، النني جايب جول، ايمن اشرف جايب جول. بالظبط كده. فديت ايجابيات كتيره جدا حصلت في الماتش ده، ضروري ما نغفلهاش، بالرغم من ان زي ما بقول لك الفريق اللي احنا بنلعبه فريق مش على مستوى عالي. انت مع القول اللي بيقول يا كابتن حلمي هيبان مستر اجيري في ماتش تونس؟ بص، انا مش
مفيش مدرب يا كابتن مصطفى يتحاسب بالقطعة. صح. أنا جايب لهدف. لا. أنا عندي هدف عايز أحققه. صح. طالما حققته لي يبقى أنت ناجح. وده هيكتر كوبر. وده هيكتر كوبر. ضروري نديله حقه. بالظبط. الراجل أنت جايبه عشان يدخلك بطولة أفريقيا. يدخلك بطولة أفريقيا. بالظبط. ويوصلك كأس عالم. ووصلك نهائي. هو نهائي أفريقيا وإن هو يديك كأس عالم. والراجل حقق الكلام ده بمستوى وحش بأداء مش حلو لكن حقق بقى في التاريخ إن أنت وصلت كأس عالم. صح. سنة 2018 على مع مستر هيكتر كوبر. هيكتر كوبر. أي السؤال اللي بعديه كابتن حلمي أين أنت من المنتخبات ونادي الزمالك في الفترة السابقة؟ هو طبعا بيقول لي أنت فين من التدريب عموما؟ أنا طبعا بقى لي 4 شهور بس أو 5 شهور 4 شهور من شهر 4 السنة دي ما بدربش كنت مع نادي الجيش يعني 5 كنت مع نادي الجيش ومشيت بعد الحمد لله ما قعدناه في الدوري كان بينافس على الهبوط فسبناه وهو قاعد في الدوري بشكل كويس جالي كذا عرض من أندية في مصر هنا لكن احنا في مرحلة كابتن ضروري اختار بقى صح ضروري تختار بعناية تختار المكان اللي ينجحك برضه مش صح. المكان اللي ياخدك وينزل بيك صح. فأنا جالي على الأقل 3 عروض 3 عروض الفترة اللي فاتت دي جالي عرضين وفي أول السنة جالي عرض لكن لا ده أول السنة جالي عرض وثلاث عروض بقى الأيام اللي فاتت دي لكن أنا اعتذرت لأني أنا محتاج حاجة تضيف لي نادي يضيف لي نادي منظومة تضيف أيوه بالظبط كده هاي السؤال اللي بعد كده وبالنسبة لاتحاد الكرة يا كابتن أيوه طبعا المنتخبات احنا ما يعني مش تبعهم احنا مش تبع الحاجة ديت يعني احنا بعاد تماما عن الناس ديت والناس دي ليها اختياراتها وليها ناسها اللي بتجيبها وبس يعني مش اكتر من كده اهم محطه بالنسبه لك في التدريب يا كابتن حلمي واللي حسيت بيها بالنجاح الكبير فيه النجاح الكبير كانت مع الزمالك 99-2002 خدنا اكتر من 14 بطوله صح دي كانت فتره الذهبيه لنادي الزمالك وليا بمنتهى الامانه كانت فتره رائعه كان معايا مستر اوتوفيستر واشرف قاسم واحمد رمزي وممدوح محمدي نجوم ناس مش نجوم وبس ومحترمين قوي يعني نجوم نجوم في كل حاجه حاجه محترمه يعني وعملنا انجاز غير مسبوق لنادي الزمالك المرحله الثانيه حرس الحدود طبعا طبعا 4 سنين مع حرس حدود لم نتنازل عن المركز الرابع او الخامس بل خدنا ثالث ولعبنا اهلي وكسبت زمالك طبعا كسبان اهلي 3 وكسبان الزمالك 5 يعني وغير كده كسبان الزمالك برضو تاني وتالت فلكن هم دول المحطتين اللي عملوا حلمي بصراحه يعني حرس الحدود والزمالك الفتره ما طلعتش بره مصر خالص كابتن حلمي طلعت ورجعت بعد يومين انا عارفك مرتين انا عارفك السعوديه مره سافرت الخميس رجعت السبت اللي ما عجبكش الحاله ولا اتفقت واتفاق تاني اختلف ولا لا خالص بالعكس ده راجل كان محترم جدا رئيس نادي محترم قوي بس كانت المنطقه صعبه جدا يا كابتن مقدرتش تعيش فيها جدا نجران تحت في الجنوب وعمليه صعبه يعني عمليه صعبه جدا قاسيه جدا وكانت سنه 90 لا صعب فكانت عمليه صعبه بشكل غير عادي والثانيه كانت في ليبيا اهلي طرابلس لا اهلي بنغازي قعدت يومين ورجعت طب ورجعت ليه؟ ضربوا عليك نار؟ لا 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 حصل بعض المواقف هناك من بعض اللاعبين حسيت ان الوضع مش هيساعد انا مش رايح عشان اخد فلوس وعملت اجتماع مع مجلس اداره طلبت اجتماع مع مجلس اداره قلت لهم يا جماعه انا مش جاي عشان اخد فلوسكم وامشي انا راجل ليا اسمي وجاي من نادي كبير وانا عشان اجي ضروري اعمل حاجه كويسه ليكم انا مش هقدر اعمل حاجه كويسه ليكم لان في اوضاع انا مش عايز اتكلم فيها طبعا انا اوضاع مش هتساعدني ان انا انجح هنا ورجعت كنتش عملت لسه ما كنتش كتبت مضيت عقد يعني المشروع اللي الكبير اتكلم عليه في الميديا اللي هو زي ما قلت لك عليه في كابتن حسن وفاروق وكابتن عندنا الكبير عربو جريشه ودرش مصطفى عبده تمام شايفه ازاي التجربه دي يا كابتن
هتعوضنا اللي احنا بقى بنحكيه في الكوره بعندنا 100 محترف بره و100 محمد صلاح. ما انا عايز يا كابتن مصطفى اعرف ايه المطلوب منكم بالظبط واللي انتوا هتعملوه بالظبط. لا ده يعني عايز حلقه. يعني انا مش عارف العمليه هتبقى ازاي. على عمليه احترافيه. هناخد فلوس مش هنشتغل ببلاش طبعا. هنلف هنجوب مصر كلها هنختار هنحدد حوالي 100 لاعب. اللعيبه دي هتسافر بره وجاي من بره. كل نقطه بتتكلم فيها ناس تضع برامج للناس ديت تغذيه تمام برامج تدريبيه طبعا واللي هيطفو فوق الميه منهم هيسافر بره يحترف ببلاش مش هناخد فلوس تمام. هناخد فلوس في العقد اللي بعد كده. يعني في حاجات كتيره قوي قوي تقدروا تختاروا من الزمالك ومن الاهلي كله. لا ده كله وممكن ناخد لعيبه من الاهلي ومن الزمالك نشتريها ونسفرهم بره. يعني المنظومه هتتعمل باحترافيه كبيره جدا فيها كل عوامل النجاح. اهم حاجه انها تبع وزاره الشباب والرياضه. دي نمره واحد طبعا. اهم حاجه انها بعيد عن اتحاد الكوره. ايوه ده مهم جدا. وانتوا طبعا المجموعه دي قادره بشكل كبير جدا كلكم نجوم كبار واساتذه ومشروع هيبقى حاجه رائعه يعني. لا حقيقة. وتحت عينين الرئيس طبعا. لا ما هو ده مهم يعني جدا ده طبعا. ده دليل على ان احساسه بان متعه الشعب المصري طبعاً في كره القدم. لا شوف واحد زي صلاح عامل ايه. واحد عامل الحاله دي مش في مصر بس ده في انجلترا بيه وفي العالم كله. بالظبط. شوف عامل الحاله اللي الشعب عايشها مع محمد صلاح. فوضع طبيعي جدا ان الرئيس يهتم بهذا الشأن وانه يختاركم او يبقى فيه اختيار ليكم انتم بهذا الشكل. اختيار موفق جدا. دي نمره واحد. نمره اتنين ان انتم بعيد عن اتحاد الكوره وعشان كده هتنجحوا وربنا يوفقكم باذن الله. اولا ده شرف لينا ان احنا نبقى نكلم بدوت لان دي بلدنا ودي مهنتنا ودي شغلتنا اللي احنا امتهناها على مدار العمر ده كله يا كابتن حلمي. فهو في سؤال بيقول لك اهم اللاعبين اللي انا خرجوا من تحت ايدي. انا اشتغلت في نادي الزمالك مسكت 15 سنه. انا 13. كان في مين بقى؟ كان في مدحت عبد الهادي بيلعب وينج رايت لعبته سيرد باك. معتمد كان بيلعب باك رايت لعبته ليبرو. ده انا لعب ليبرو في الاهلي وكان معايا في الاهلي. بس كان معاك في الاهلي ومشي. كان جاي لي بيقول لي انا بلعب باك رايت لعبته في الحته دي. معايا مؤمن سليمان. معايا محمد صبري. معايا حازم امام. معايا اسامه نبيه. معايا احمد عبد الله. احمد عبد الله. دول اللي كانوا معايا من 15 سنه لغايه 20 سنه. شوف راحوا فين. شوف الكم ده اللي طلع من تيم واحد. قد ايه؟ 9 لعيبه ولا 8 لعيبه طلعوا من تيم واحد لعبوا منتخبات لعبوا فريق اول احترفوا. ما احنا لسه بنتكلم يا كابتن حلمي. هو ده الفرق ما بين عينين وعينين. طبعا ده مهم جدا. انا بس عايز اقول حاجه بمناسبه العينين. مش هقول الاسم. اللعيب اسمه ايه؟ الواد اللعيب بتاع بيراميدز اللعيب الجامد قوي اسمه ايه؟ اسمه ايه يا هاني؟ اسمه كينو. كينو الافريقي اتعرض على مدرب ما وقال لا ده ما ينفعنيش. ممكن. والمفروض انه مدرب كبير ونادي كبير. ما هو كابتن فانا لما اتقال لي ده من واحد اثق فيه جدا 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 وقال لي يا كابتن مصطفى بقول له الواد ده حته لعيب كوره ابن اللذينه عنده كل الحلول. قال لي ده اتعرض على فلان ولا لا 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 ما ينفعنيش. انا من ساعتها اتصدمت. وجهات نظر ما يختلفش. لا حلمي احنا قاعدين انا وانت في المحور. أيوه. والساعه واحده الا ثلث. أيوه. الشمس باينه. الشمس أيوه. طالعه. طبعا مش محتاجه. اكيد طبعا. اكيد طبعا. لكن زي ما بيقول العنان بتفرق كتير قوي في طبعا في الاختيار جدا جدا. كابتن عايز اخدك في سكه تانية خالص بعيد عن وجع القلب اللي احنا بنتكلم فيه ده. عندك اولاد ايه بقى وايه عندي ساره. ساره كبيره خرجة فين؟ خريجه جامعه امريكيه. كمبيوتر ساينس ومتجوزه وعندها جايبه لي احلى اتنين في الدنيا. انا عندي 4 انا اكسبك. عندي كارما ما شاء الله وادم ولاد ساره. عندي احمد ابني خريج جامعه امريكيه برضه بيزنس وشغال في الريل استيتس التسويق العقاري. ولسه متجوز وعزمتك وما جيتش. انا ما جيتش. ايوه نسيت. ايوه
فهم دول ولادي يعني. بس بيحب يعمل الفنانين وكده. بتحب الزملكاويه برضو ولا بتحب اهلاويه وزملكاويه؟ لا كلهم يعني. تسمع مين يعني مثلا؟ ما انا صاحبي مثلا فشاوي اهلاوي رهيب. حبيبي روح. شبراوي كمان خلي بالك. العمده صلاح السعداني الله يمسيه بالخير. اهلاوي رهيب. ايوه صح. وربنا يديله الصحه يعني. هو حبيبي وصاحبي يعني. يعني دول من ناس حبايبي يعني. الاهلاويه عيلة العدل مع محمد العدل. حبايبنا كلنا اهل وزمالك. اهلاوي محمد العدل. وحبيبي يعني الدكتور مدحت. بتسمع مين بقى من المطربين يا كابتن حلمي؟ انا بحب هاني شاكر جدا. حبيبنا كلنا بنحب هاني شاكر. مدحت صالح صوته انا بعتبره حاجه رائعه فاخره. مدحت صالح. منير احبه جدا. دول بنات بقى. حمائي بنات. شيرين انا احب شيرين جدا. احب صوتها قوي. وانغام. واحب انغام وامال ماهر. امال ماهر احبها جدا. كمان يعني عندنا مطربين ومطربات حاجه. ما بتسمعش قديم؟ بطلت تسمع ام كلثوم وعبد الوهاب؟ لا على طول. ازاي ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم دول اساسيين. فايزه هدى سلطان اغانيها القديمه جميله جدا. نجاة. كارم محمود. لا احب الاغاني دي جدا جدا عشان تبقى عارف. ونجاة الصغيره طبعا. ما تعرضش عليك انك تمثل بقى وبتاع وانت حلاوه كده. زمان ومقطقط. واحنا بنلعب ايام الشباب بقى واحنا بنلعب كان حسام الدين مصطفى هو زملكاوي برضه. زملكاوي. كان بيصور فيلم في النادي عندنا وقال لي تعالى انت ايه ما تيجي معانا. قلت له انا ماليش في الجو ده يعني ماليش في الاوضاع دي يعني. طول عمرنا احنا كرياضيين وكروين كل طول عمرنا الفنانين اصحابنا وممثلين ومخرجين ومنتجين اكيد طبعا يعني. ما اصل احنا انا كنت فاتح ابونيه عند عادل امام في المسرح في الزعيم ده. الزعيم ده حاجه قلبنا كلنا. ده راجل جميل. انا كنت عنده في الصيف من سنتين في الفيلا بتاعته في مارينا. في مارينا قاعده كانت ممتعه. راجل جميل. مره كنا مسافرين انا ومصطفى ابني. مصطفى كان صغير شويه. اتقابلنا في الريست. مصطفى كنت بجيبه من تحت الترابيزه. طبعا من الضحك. هو التاني قاعد. الله يمسيه بالخير. تحيه لفناننا الكبير عادل امام. طبعا ربنا يديله الصحه. الاسطوره الكبيره جدا طبعا. عندك في نادي الزمالك كابتن حلمي مشكله في نص الملعب. عندك 13 لعيب في نص الملعب بيلعب اربعه. حته الناس اللي نجوم 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 نجوم. شوف يا كابتن مصطفى برضو العلم مهم جدا. انت قبل ما بتدرب. انا داخل نادي الزمالك اروح اعمل ورقه صغيره جدا كده ملعب واحط فيه المراكز واحط فيه الاسماء اشوف احتياجاتك. احتياجاتي ايه؟ ايه الاماكن اللي فيها عدد غير مستعمل؟ لانك بتعمل مشكله كبيره جدا للمدرب. وبعدين ضروري انت كمدرب انت اللي تختار مش حد تاني. انت وجهه نظرك مش انت اللي هتختار لي وبعدين هتحاسبني. صح. باي منطق يا كابتن مصطفى تختار لي اللعيبه وتقول لي خد دول لعبهم وتحاسبني؟ انا الطبيب. افرض انا وجهه نظري مختلفه عن وجهه نظرك. رؤيتي في اللاعب مختلفه عنك. طب ما انت بتضرني كده وبتضر التيم. وبتضر النادي. وبتضر النادي. فانا بعمل انا كحلمي ده اسلوبي اعمل الخانات بتاعه المراكز اللعب في الملعب الطريقه اللي انا هلعب بيها واسكن اللعيبه اللي عندي اللي موجوده عندي واشوف مين اللي يصلح احتياجاتك ومين اللي ما يصلحش. احتياجاتي اللي ما كانش اللي اجيبه اللي ما كانش احسن من اللي عندي او احسن من اللي هسيبه يبقى لا. صح. ضروري اللي اجيبه يبقى احسن من اللي عندي. وضروري انا اراعي حته الكثافه العدديه في المراكز عشان ما اعملش مشاكل. انت كده بتجمد مثلا يعني. انا في نادي الزمالك عندنا 8 تحت راس الحربه مثلا. ومنهم 3 بيلعبوا وواحد او 2 بره. فيعني هيبقى في 3 عطلانين عن اللعب. دول بيعملوا مشاكل كبيره جدا للمدرب. ومعذورين. ما هم لعيبه انت جايبهم المفروض يلعبوا وعايزين يلعبوا. لكن الكثافه العدديه ديت ما تخليهمش يلعبوا. حضرتك. وبعدين ممكن يكون المدرب مش مقتنع بيهم. انت بتجيب المدرب بعد ما تجيب اللعيبه. ما هي دي مشكله. فانا يعني اتمنى ان في بدايه كل موسم اعمل الورقه ديت واسكن اللي عندي واشوف
اللي جاي لي هل احسن من اللي موجودين ولا اللي عندي احسن؟ طب انت مع ال 25 لعيب ولا 30 لعيب يا كابتن؟ لا ال 25 لعيب احسن، لان بتخلي المدرب يعرف يشتغل كويس. ايوه، بتخلي المدرب يعرف يركز كويس. انا لما يكون عندي كتير كمان 25، لما يكون عندي 23 لاعب ليه ما اقولش 20 و5 من قطاع الناشئين مثلا؟ مثلا ادي فرصه لقطاع الناشئين تلعب يعني. ممكن جدا، ممكن جدا جدا، دي فكره كويسه جدا. لكن كل ما قل العدد كل ما الاستفاده كانت اكتر. بالظبط، استفاده كانت بقت اكتر، والمشاكل تقل، المشاكل تقل، والفلوس تقل. بالظبط كده. بالظبط كده. شايف ماتش الزمالك وسموحه بكره ازاي يا كابتن حامد؟ لا، الزمالك حاله جيده جدا. عامل ماتشات هايله، اكتر نادي جايب اهداف، تاني نادي داخل فيه اهداف، تلات اهداف. هو جايب كام جول نادي الزمالك؟ 13 وعليه 3، وعليه 3 اكتر نادي، اكتر نادي. خد بال حضرتك. فشايف ان هو ماشي بخطى جيده جدا، وعنده مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى. يكفي ان سيرد باك مع محمود علاء ثلاث اجوال، هاتريك الماتش اللي فات يعني. هو لعيب كويس على فكره. وبعدين طبعا لعيب كويس. وبعدين الزمالك بيكسب 4-3 و3 و6 يعني فيه حجم وصول جيد لمهاجمين نادي الزمالك، وحجم تسجيل جيد. صح، ده دليل على ان والناحيه الدفاعيه جيده جدا، والناحيه الدفاعيه جيده جدا، لان في التزام وفي انضباط وفي مسؤوليات على عاتق اللاعبين، وخصوصا برضه اللعيبه مش متاخر لهم حاجه. بالظبط، يعني وبياخدوا فلوس كويسه. فاعتقد ان الزمالك فرصته السنه دي فرصه كويسه جدا انه يكسب دوري. طبعا. واعتقد ان سموحه من الفرق من الفرق اللي انت مرنتها يعني ممتازه جدا. طبعا. لكن ممكن تبقى يعني فيه جايب 7 اجوال وداخل فيه 6. يعني برضه ديت يعني محتاجه حته ضبط شويه. علي ماهر غلط ان ساب نادي اسيوطي؟ ما كان هيمشوه لو كان ساب الاسيوطي. خلاص. لا طبعا، هو هناك فرق كبير جدا. طبعا بين الاسيوطي وبين بيراميدز وبين سموحه. فرق كبير جدا. سموحه المتفرج عامل عايز بطوله وعايز يكسب وعايز طبعا، وعنده طموح وعنده بالظبط. لكن انا يعني باخد على المدرب بتاع سموحه ان هو بادئ الموسم يا كابتن مصطفى، عامل اعداد لمده 8 اسابيع على الاقل، بيختار لاعبته. لكن انا شايف ان النتائج لا تتناسب مع الامكانيات، مع امكانيات ولا طموحات المهندس فرج عامر. اكيد يعني دي نقطه مهمه جدا جدا يعني. ماتش صعب ومش هيبقى سهل، خصوصا ان كل الفرق بتيجي قدام الاهلي والزمالك. طبعا ماتش بتنجم وبتبقى بتستنفر كل طاقتها الفنية والبدنية. فبالتالي مش هيبقى سهل، مش هيبقى يعني على طبق من فضة يعني، هيبقى فيه صعوبة، بس الزمالك يكسب. أولا بنبارك لنادي المصري بورسعيد ونجمنا الكبير كابتن حسام وأهل بورسعيد. مكسب المصري يعدي الماتش اللي هناك ولا الماتش صعب هناك؟ لا، هو الفرقة، أنا شفت الفرقة، فرقة محترمة جدا، فرقة بتأدي بشكل جماعي هايل، والماتش هيبقى صعب. صعب على المصري. صعب جدا. صعب جدا، لان الفرقه فرقه كويسه وفرقه منظمه، وعندها عناصر في منتصف الملعب لعيبه رائعه. وعندهم عنصر السرعه في التيم مميزين فيه. فدي دي حاجات يعني تخوف، يعني ما تخليش الواحد مطمئن وانا رايح العب. بس لو حسام لو لعب على جول انه يجيب جول هتفرق كتير، المفروض ياخدش فيه 3، واعتقد ده هيبقى صعب. هو المفروض يبقى يعني، بص يا كابتن مصطفى، التيم اللي ما بيعرفش يدافع كويس، التيم يكسب. اللي ما بيعرفش يدافع كويس يخسر. انما التيم اللي يعرف يدافع كويس ممكن يكسب بمنتهى البساطه، ممكن يكسب. في فرق كتيره زي ما احنا بنشوف يا كابتن، بيبقى الاستحواذ 70% ل 30، والفرقه اللي بيبقى استحواذها 30 بتكسب.
عشان بتعرف تروح ايوه تجيب جول واحده تخلص بتقفل كويس قوي بتدافع كويس قوي وبعدين تعتمد على واحده. تعرف مين اللي بدعها دي؟ مستر كوتي. طبعا انا في السبعينات كنا كده. طبعا استحوذ يا حبيبي زي ما انت عايز. بس الطك خلصت. طبعا البيبو ودرش وزيزو هم وزيزو وكل الاسماء الكبيره. لا واحنا كنا مع بعض يا جماعه يعني كنا عاملين حاله اهلي وزمالك ده فوق ما تتخيلوا يعني. هو كابتن مصطفى احنا هل طب احنا انت في مجال وانا في مجال مصطفى عبده في مجال بيبو في مجال هل علاقتنا اتقطعت؟ هل اتصالاتنا اتقطعت؟ لا خالص خالص. وبعدين علاقه محترمه علاقه بحب بالظبط علاقه بحب يعني حاجه مش مصالح محترمه. لا لا خالص مطلقا يعني مطلقا يعني. كابتن حلمي نورتني وشرفتني النهارده وانا سعيد ومش عايز الحلقه تخلص. انا اللي سعيد والله لكن إن يعني قاعد معاك يعني حبيبي تسلم متشكر جدا ربنا يوفقك وبالتوفيق وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله يا رب باذن الله. كابتننا الكبير كابتن حلمي طولان بشكرك مره ثانيه شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين كده تنتهي حلقتنا بكره الاعاده الساعه 12 وانتظرنا ان شاء الله يوم الجمعه في نفس الميعاد الساعه 11. تصبحوا على خير وكل التوفيق لحكامنا ولاتحادنا ولكورتنا ولمنتخبنا ان شاء الله باذن الله.